عبر حسابها على تويتر عبرت الفنانة السعودية وعد عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجوف والذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني 93، وشاركت فيه الفنانة همس فكري والفنان خالد عبد الرحمن. خلونا نتابع كيف عبرت وعد عن مشاعرها. مساء الخير على الوطن وحب الوطن. اليوم احنا في اوبريت جوف الوطن، صراحة شيء جميل جدا. اتشرفت بوجودي موجود مع الأستاذ خالد، الفنان الرائع أبو نايف خالد عبد الرحمن، وهمس وعبد الرحمن الطلاسي. كان اوبريت جدا جميل، وكان ترتيب وتنظيم الحفل من أروع ما يعني الواحد ممكن يتصوره، بدون مبالغة، يعني حاجة يفتخر فيها الواحد بشباب الوطن اللي قاعدين يقدموه. وصراحة أنا سعيدة للمرة الثانية وجودي هنا في الجوف، وأهل الشمال يعني ما قصروا، وكل المناطق في المملكة محتفلة ومبسوطة جدا، وإحنا أكيد سعيدين هنا. وتشرفت اليوم كمان للمرة الثانية أني أسلم على أمير الجوف الأمير فيصل، الله يعطيه العافية، والله يعطي العافية لكل فرد في الجوف، سواء اللي حضر واللي شارك واللي حتى رفع العلم في السيارة. أنا سعيدة جدا بوجودي معاكم، ويعطيكم ألف عافية. وعد. الجدير بالذكر بأن الفنانة وعد أطلقت أغنيتها المصرية بعنوان عايزاك على انفراد، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.